هل في أي عقبات واجهت الناخبين؟ يعني إذا كان هناك أي ناخب لديه شكوى معينة، مع من يتحدث؟ هل في أرقام هواتف للاتصال بكم؟ لا، هو الحقيقه احنا اللجنه بيرأسها السفير، يعني انا برأس اللجنه. احنا موجودين، يعني حضرتك بتكلميني واحنا موجودين هنا اهو في اللجنه، وموجودين في مقر السفاره، بنقفل الساعه 9 مساء. اعضاء السفاره كلهم تقريبا في اللجنه الانتخابيه، سواء الساده الزملاء الدبلوماسيين او الزملاء الاداريين. هناك دعم فني موجود من الهيئه الوطنيه للانتخابات، دعم فني من مهندسين لو حصل اي عطل او اي شيء خاص بالاجهزه، لان احنا على اتصال مباشر على طول، لان قاعده البيانات للناخبين موجوده في الهيئه الوطنيه. احنا بنعمل سكان وبار ريدر للباسبورتات وللارقام القوميه، كلنا موجودين. لو في اي شيء احنا بنحله على الفور، وما اذكرش ان طول النهار يعني حصل اي شيء من هذا. بالعكس، كان في سلاسه في الادلاء بالصوت، والتعليمات الخاصه باللجنه الوطنيه كلها مطبقه بالفعل من كل الجوانب، سواء الهندسيه او الفنيه. هناك في كاميرات تصوير مباشر بتنقل على الهواء مباشره لغرفه العمليات. ويعني احنا بنرحب بالمصريين، هم اولا واخيرا اخواتنا واهالينا واسرنا، وبنفتخر بيهم يعني. وايضا حرصنا ان القسم القنصلي يكون يعني مفتوح النهارده ويوم السبت والحد، اللي هو يعني كان بيبقى عطله نهايه الاسبوع. القسم القنصلي مفتوح بالتوازي، انتهزنا فرصه بان اللي يجي برضه من المواطنين بيدلي بصوته ممكن يعمل خدمه قنصليه خاصه بيه، استخراج الاوراق او اي من الاحوال المدنيه. فاحنا استغلنا الفرصه دي، وايضا القسم القنصلي الخاص بالسفاره بيشتغل بالتوازي بجانب اللجنه الانتخابيه.